ولازم لما نيجي نخاطب عشان ما حدش يقول علينا ان احنا بلطجيه ولا في الادب نتكلم بكل ادب واحترام ووقار عنه، لاني لا اخاطب قاضي بشخصي ولكني اخاطب القدر. انا طلعت بالمشروعات بالاتي: لما اجي اقرا نصوص المواد عايز اعرف ما معنى اقتحام القاعه. القاعه هي امتداد لعلانيه الجلسات، حجره المدوله هي سريه الجلسات. انا اعلم ان انا عندما اقتحم حجره المدوله ده اقتحام، يبقى اقتحام، لان القاضي في صومعتي بيكتب حكم بيتداول، ده حقه. انما دي قاعه المحكمه والجلسه علانيه والقاضي يقفل الاوضه من بره واجي اخبط عايز الحق جلستي يقول لك هاتوه واخد 15 سنه من 3 ل 15 سنه عشان انا اقتحمت الجلسه او خبطت بايدي كده يعني خبطات سريعه بصوت عالي، ده واحد. اتنين، يعني ايه اخلال ومسير العداله بالاشاره؟ يعني افرض دلوقتي انا عملت رقبتي كده القاضي يقول لك ده بالاشاره عايز موتني، هذه اشاره. يعني ايه الاشاره؟ ده كلام يا جماعه في منتهى الخطوره، انك تقول لي الاشاره او بالقول او بالفعل وبعدين اتعاقب سجن من 3 ل 15. ده الجاسوس ما بيتعاقبش هذه العقوبه. ايضا هناك ماده يمكن ما لهاش علاقه بالمحامين، ويبدو ان اللي عمل القانون ده او المواد كان يريدها، طبعا هو حصلت مع احترامي طبعا مستشار احمد زندو ومستشار مكي، كان هناك مزايده مين اللي يعمل قانون يرضي القضاه اكثر، فاتحط نص من نادي القضاه بيقول فيه: نادي القضاه او رئيس نادي القضاه هو المسؤول عن التبليغ عن كل ما يهين القضاه. طب في ماده 184 يا جماعه تتحدث عن اهانه القضاء او مجالس الشعب او المجالس المحليه او مجلس الشورى او المجلس العسكري، بتقول ان المسؤول عن التبليغ يجب ان يقدم طلب من رئيس الهيئه. طب انت يا سياده المستشار احمد زين ليس رئيس الهيئه ولكن رئيس النادي، كيف ستعالج هذا التناقض بين الماده 184 اللي بتقول الطلب من رئيس الهيئه اللي هو يبقى رئيس مجلس القضاء الاعلى، والنص اللي حضرتك حاطه يبقى انت محتاج تعمل تعديلات في قانون الاجراءات الجنائيه زي ما محتاج تعمل تعديلات في قانون العقوبات الماده 309. فاحنا هندنينا على طول اسره واحده ودول جناحين، لو انكسر جناح احنا انكسرنا، هما مش هيقوموا، هما انكسروا واحنا مش هنقوم. الاقتراح الاولاني: ارجع عرض هذه المقترحات والمشروع على المجلس العسكري لحين انتخاب مجلس شعب وشورى. وده كلام ما يزعلش حد. ليه بقى؟ ليه ما يزعلش حد؟ لان قانون السلطه القضائيه هي من القوانين المكمله للدستور، فيجب ان يعرض على مجلس الشورى. فلو عرضته على المجلس العسكري مره هيشوفه شعب ومره هيشوفه شورى، فاذا هذا الحكم هو هذا القانون هيبقى قانون منعدم وعدم دستوري. كويس؟ نمره اثنين، وده مهم جدا، يصدر بيان من المحامين ومن القضاة أن الاحترام متبادل وأن المستفيدة من الصدام هي الفوضى وأن الخاسر الأول من الصدام هي العدالة، وأن القضاة زي ما بيحترموا المحامين المحامين بيحترموا القضاة، ونبدأ نشتغل تاني. نمرة ثلاثة، أن يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات أيا كانت الكشوف. الكشوف بقى تتنقى ما تتنقاش، دي مشكلتي انا كمحامي. خلاص انا يا راجل سيدت ولقيت الكشوف مش عجباني هروح طالع على محكمه القضاء الاداري اقطع. انما طول ناس في الزمالك تقع طبعا، لكن طول بس كنت بنجح، عمري ما بنجح. لكن طول يا جماعه ما في ارجاء انتخابات في مزايده. ما دام محامي بيحترم نفسه وبيحترم مهنته وبيحترم المنصه، فانا ليا رجاء هتروحوا المجلس العسكري ماشيين. يحتك بينا اي حد من الولاد اللي هم الصيع والمنصرين، مش احنا، مش احنا على فكره، احنا المحامين دي انا بعتبر. شوف يا جماعه سعد زغلول مصطفى كامل كل عظماء مصر محامين، لكن احنا النهارده اللي بنفرط في مهنتنا بايه بقى؟ ان زميل اتكلم ده رد عليه، ده رد عليه، ده عايز يضربه. احنا اللي بنعمل كده في بعضينا، لكن لو احنا احترمنا نفسينا واحترمنا بعضينا هنجبر الاخرين يحترمونا. فانا بطلب منكم اعملوا الوفد ده بسرعه،
واسماء المحامين الكبار الكبار في 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 في, في مش في القانون في الفلوس اللي بياخدوا يشرفوا مهنه المحاماه روحوا لهم قولوا لهم احنا عندنا يوم الاثنين جمعيه عموميه مين فيكم يجي وبعد كده يتعمل وفد يروح يقابل مجلس القضاء الاعلى الله اكبر الله اكبر انا بشكركم جدا طبعا يا جماعه وبتمنى ان لا يا ريت انا وانتم تكلموا بعد بكره شوفوا انا بقول لكم كلفوني باي ماموريه قابل انا ما سبتش المحامين قابل في الاعلام قابل اي حد في الدوله انا معاكم كلفوني قولوا لي والله احنا بنكلفك لان اللي دافع عن المحامين سنه 84 من عناصر القضاء وهو قاضي مش هيدافع عن المحامين هو محامي انا بشكره